صباح النشاط والحيويه، صباح كل اللي صحي بدري وقرر يتفرج علينا ويتمرن معانا. معانا كوتش حسام. صباح الفل يا كوتش. صباح الجمال. طبعا احنا الناس اكيد قاعدين بيسالوه هو ده ايه، فيعني اتفضل اشرح لهم. اتفضل لهم يا فرح. انت مش كوتش يا فرح؟ انا يا دوب. طيب احنا كتير قوي بنتمرن تمارين كتير قوي في البيت او في الجيم، وبنزهق من التمارين اللي احنا متعودين عليها الطبيعيه. ففي حاجة احنا مش واخدين بالنا منها، ان احنا جسمنا هو اهم جهاز ممكن نتمرن بيه. الوزن بتاع جسمنا فرح هو اكتر حاجة نقدر نستخدمها في التمارين. تمام. زي ما بنعمل تمارين السكوات، زي ما بنعمل تمارين اللانج، زي ما بنعمل تمارين كتيرة جدا زي ما انا وانت بنعملها، حاجة من الحاجات ديت بدأوا يخترعوا لها حاجات كتيرة، سواء البراند ده او براندز كتيرة نقدر نتمرن بيها. حاجة اسمها سبنشال تريننج، او انها نستخدم وزن جسمنا كتمرين. جميل. يعني ممكن اي حد يشتري ده ممكن نشتريه وسعره كويس كمان. في انواع كتيرة جدا اسعارها كويسة تقدر تستخدمها. طب كوتش ده يتحط فين في البيت؟ يعني هو اي جزء من الاجزاء بتاعته يبقى ليها بارت كده بتبقى موجودة هنا بتتحط في الباب بتاع الاوضة او الشقة. يعني ده ممكن يتعلق عادي في البيت. بيتعلق، بيتحط ويتقفل الباب عليه وبالمفتاح. أوكي. طبعا عشان ما حدش يدخل ويروح واقع. تمام. وتقدر تتمرن بيه كل انواع كل عضلات جسمه. تمام. فهنعمل النهارده 5 تمارين كده ممكن يعني يفرقوا معانا شويه، ونبدا نعلمهم، والفقره اللي جايه نبقى نعلمهم تمارين اكتر. اول حاجه هنعملها نطلع قدام زي الضغط بالظبط. هنعمل شاست بريس كانك في الجيم وماسك البار وبتتمرن، بس ايدك تحت شويه يا فرح. كمان. ايوه. ومفروضه كاني بلعب ضغط بالظبط. بنزل واطلع، بطني مشدوده، الكور كله مشدود هنا. ايوه. ايدي تحت سنه. 3 كمان 2 كمان. هي زي ضغط فعلا، يمكن اسهل كمان من الضغط. ما هي اسهل، لان احنا كل ما بنقدر نصعب التمرين شويه بناخد نرجع لورا لحد ما نوصل ان احنا هنا. طيب انا هسيبك تصعب. هنفضل هنا صح؟ أنا. ده اول تمرين للشست، العضلات الشست والكتف والترايسبس كمان. هنرجع لورا. عجباني اللعبه دي والله. انا عندي في البيت واحده. طيب وهشد كاني بعمل تمرين الباك اللي هو بتاع الظهر. 2 3 وسطي قدام شويه. 4 راسي فوق. 5 thumb to chest، صباعي دوت يوصل لحد صدري هنا. ايوه. هصعبها شويه يا فرح. هاخد خطوه لقدام. ايوه. انا خايفه ابص. لا مش هتقعي. كملي. عده كمان. كل واحده هنحاول نعمل منها 15 عده 3 مرات. يلا نطلع لقدام. تمام. قدام؟ اوكي. ايدي بقى هنا. هقفل كوعي قوي. هحاول اعمل تمرين للترايسبس. هنزل هنا. وزق 1 2 هايل 3. حاولي كويك ده يقربوا من بعض، ده وده 4. صح كده فعلا قوي. انا حسيت دلوقتي بالتمرين. لو شديتي بطنك كمان يبقى ده تمرين للكور ماسل كمان. والابتسامه الجميله عشان نطلع هابي ماسل. وبعدين بقى وانت هنا هنرجع تاني ورا. نرجع ورا. تمرين بقى للبايسبس. اوكي. جاهزة؟ جاهزة. جو. 1 بنرفعها. ايدي بتبقى فوق قوي. كده. 2 ايوه. 3 هاي يا فرح. صح كده؟ لا يا فرح تمر فيك التمرين والله. 5 كمان. 4 3 من أهم التمارين كمان اللي ممكن نعملها في من الوضع بتاع الباك ده، إن احنا نعمل سكوات. 1 2 3. اريح كتير. ها اريح كتير فعلا. لا انا ممكن هجيب نعمله جمب. انا كمان هجيب التمرين. تحبي تجربي الجمب؟ جمب سكوات. ازاي جمب سكوات؟ نجرب. 2 ريبس. 1 2. مش عارف انا بعمل صح ولا غلط. اصلا فرح اصلا بجيبها من كل حته في الجيم وبتقعد تتشقى في الجيم لما تلاقي حاجه زي كده. مش اكيد انا هكمل. انا هكمل. طيب احنا كده خلصنا الحاجات ديت من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في البيت.
من الأجهزة البسيطة أو التولز البسيطة نقدر نجيبها في البيت ونعمل بيها تمارين كتيرة جدا فعلا ويفرق وما نبقاش ما نزهقش من التمارين اللي بتحصل لنا كل يوم. حقيقي بشكرك يا كوتش، ميرسي جدا، باي باي.